طارق حارو شباب، معكم شركية وشركية كيف جالكم فيديو جديد. طيب شباب، بهالفيديو راح اقيم شخصيات ايباكس ليجند من الاسوأ الى الافضل. لعبت لعب كفاية للعبة وحاس اني اقدر حاليا اني ارتبهم من الاسوأ للافضل، بس اتذكروا انه هذا رأيي الشخصي، عادي جدا يكون عندك رأي غيري. فاتمنى بالكومنتات كل واحد بعد الفيديو يكتب الترتيب الخاص فيه. وكمان تذكروا شيء تاني، انه رح ارتب الشخصيات على حسب طول السكواد. حاليا باللعبة ما فيها الا سكواد، فهذا الشيء راح يلعب دور جدا كبير بترتيب الشخصيات. ممكن لو كان في طور سولو او دوز يتغير الترتيب بشكل جدا جدا كبير. بس قبل أن نبدأ، حاب أذكر أنه هذا الفيديو عليه giveaway للفاوندر باك بلعبة Apex Legend مقدم من EA الشرق الأوسط، اللي هي تعطيك تقريبا 2000 ولا 4000 من العملة الموجودة جوا اللعبة، زائد سكنات كتير حصرية. كل عليك تسويه تكون مشترك بالقناة، تدعم الفيديو بزر اللايك، واكتب اي كومنت تحت. اهم شيء تكتب كومنت وتكتب حسابك على تويتر او على انستغرام، مشان لو كنت الفايز اقدر اتواصل فيه معاك. بالمرتبة الثامنة عنا شخصية باث فايندر، الروبوت المحبوب، الروبوت الطيب يلي كل همه انه يلاقي صانعه جوا اللعبة، راح يكون عنا بالمرتبة الثامنة. الروبوت خاصيته العادية هي حبل فينو يتنقل فيها من مكان لمكان هو لوحده، وكمان فينو يسحب فيها الاعداء، بس الرينج تبعها جدا واطي، وكمان الانيميشن لما يوصل على مكان ما هو جدا كويس، اظن راح تعدله الشركة، فالحبل تبعه مو هالشيء الخرافي. باقي خصائصه للفريق، فينو يحط لكم حبل من مكان لمكان بشكل رينج جدا طويل مشان تتنقلوا فيه، وفينو يعرف مكان العاصفة القادمة. بس لو كان هذا الشخصية موجود بأي لعبة باتل رويال تانية كان رح يكون بمكان جدا عالي، بس ايباكس ليجند مليانة بالونات خليك تروح من مكان لمكان، مليانة اللعبة اصلا تحط لك نفس الحبل تبعه موجودة بشكل جدا كبير بالماب، وغير هيك حركة الشخصيات جدا سريعة والسلايد وكل شيء، فنوعا ما له هالفائدة الكبيرة بلعبة نفس ايباكس ليجند. بالمرتبة السابعة عنا شخصية بلاد هاوند، ادري فيك جدا الناس رح يعصبوا من هالشيء، بس اسمعوني. شخصية بلاد هاوند، خلينا اول شيء نتكلم شو هو شخصية بلاد هاوند. بلاد هاوند اول شيء الخاصية العادية تبعه فينه يشوف رجلين الاعداء بدون لا يفعل اي شيء، فينه يشوفهم لحاله. بعدين الخاصية الصغيرة تبعه بخليه يشوف خطوات رجلين بشكل اسرع له وللفريق اللي معه. وخاصيته الالتيميت الكبير بخلي الشاشة عنده كلها لون ابيض واسود، بخلي اللاعب سريع، وبخلي الاعداء عليهم مارك لونه احمر، وبتشوف خطوات الرجلين بشكل جدا جدا واضح. طيب كل هالاشياء خرافية، ليش حاطينه بالمركز السابع؟ اول شيء الشخصية كل خصائصه ما في اي شيء اتاك، ما في اي شيء يساعد انه لما تكون بنص فايت انك تقضي على الاعداء اللي قدامك. خصائصه كلها لما تكون بفايت مالك متاكد وين الاعداء، ممكن كانوا هون، ممكن راحوا تخبوا بهالمكان. واظن معظم اللاعب بايباكس ليجند ما يحتاج هالشيء، بالذات انه اي واحد لما يشوف اي عدو فينه يعمل عليه مارك، فينه يضل يعمل سبام انه في انمي هون، في انمي موجود بهالمكان. يعني مو نفس اللعبة، مو بلاك اوت او ببجي انه يمكن يكون ناس متخبيين هون تبي تفوت تلاقيهم. لعب جدا سريع، الحركة جدا سريعة، الفريق دائما بحذرك انه في حد هون في حد هون، فالخصائص تبعه مو كتير مهمة. وغير هيك الخصائص تبعه ما تنفع بشكل كويس للفريق اللي معك. اوكي لما الالتيميت لما تسوي الشاشة، لما الشاشة كلها تصير لونها ابيض واسود، اللاعب نفسه يشوف الخطوات بشكل واضح، بس الفريق ما يشوفهم بهالشكل الخرافي. دائما العب معاي بلاد هاوند وما صراحة ما انتبه او ما استفيد للخصائص تبعه، واذا اللاعب لحاله هو استفاد من الخصائص تبعه، نحن قاعدين نلعب سكواد، قلت لكم اللعبه ما فيها سولو، فلو اللاعب نفسه عرف انه في ثلاثه بهالمكان ودخل عليهم راح يموت، لانه اللعبه مبنيه على السكواد. لو كان اللعبه فيها سولو بلاد هاوند راح يكون بالمركز الثاني او الاول، لانه راح يكون جدا جدا مفيد. في بلاد هاوند بالمركز السابع. بالمرتبه السادسه عندنا العالم المجنون المختل عقليا كوستيك. كوستيك عنده الخاصية العادية اللي هو يحط افخاخ دخان، ومجرد ما يطلق عليها او يفعلها بتطلع دخان سام كل مكان، والالتيميت تبعه يرمي قنبلة دخان سام، وفينه يشوف من ورا الدخان. الالتيميت تبعه جدا جدا رهيب، بالذات انه فينه يشوف من ورا الدخان، وراح يعطيه ادفانتج بشكل جدا جدا رهيب على الاعداء. طيب ليش ما حطينا كوستيك بمكان اعلى من هيك؟ كوستيك جدا مفيد وخرافي لما يكون في معركة بينك وبين سكواد تاني، وبين سكوادك وسكواد تاني بمكان مسكر، فينك تسكر الابواب بالافخاخ تبعك، فينك ترمي قبل الدخان، فينك تخنقهم بشكل كامل. بس
كوستك اول شيء للفريق تبعك راح يضرن الدخان تبعك، ما راح يقدر يشوف نفس ما انت قاعد تشوف، فالفريق تبعك لما تفعل الفخ تبعك فعليا ما يقدر يسوي شيء، حاله حال الاعداء، غير انه ما عم يتدمج الاعداء عم يتدمجوا. هي اولا. ثانيا كوستك باي منطقه واسعه برا، يعني اي منطقه عم تقاتلوا فيها مع فريق تاني بمنطقه واسعه مو جوا عماره او شيء ما له اي فائده. الافخاخ تبعك اللي هتكون جدا واضحه، لو رميت قنبله الدخان او الالتيميت تبعك الفريق التاني رح يقدر يهرب بكل سهوله لان المنطقه واسعه، مو كل الضربات باللعبه بتصير بمناطق مسكره. بس بضل شخصيه رهيبه، ولو كنتوا بفايت جوا مكان مسكر راح يخنق الفريق التاني حرفيا. بالمرتبه الخامسه عندنا شخصيتي المفضله ميراج، المفضلة بس ما رح احطه بالمرتبة الاولى لانه اعترف انه في شخصيات افضل منه بس انا احب العب فيه. فشخصية ميراج عنا اياه بالمرتبة الخامسة. شخصية ميراج اول شيء الخاصية الصغيرة تبعه اللي هو يسوي نسخة عنه، تمشي بشكل مستقيم، ففينك الاعداء يفكروا انه هذا انت ويطخوه وانت تروح وتقتلهم. وكمان لما يموت فينه يختفي ويسوي نسخة عنه قاعدة تموت، فهذا الشيء للاعبين الجدد راح نوعا ما يوقعوا فيها، بس اذا واحد قاعد يلعب لعبة اكثر من 3 ايام ما راح يوقع فيها ويقدر يشوفك وانت مختفي. والسوبر تبعه انه يسوي 1000 نسخة عن حاله وهو يختفي ويبعد. طيب شخصية ميراج للسولو، لو مثلت لكم لو كانت هاللعبة فيها سولو كنت راح احطها بترتيب اعلى بكثير، راح يكون من اول 3، بس بالنسبة للسكواد ما يفيد. كل الخواص اللي له تفيده له هو فقط، تفيده لانه يهرب، تفيده لانه يتجنب القتالات، بس غير هيك ما له فايدة. يعني الالتمت تبعه فعليا مبني لانه يهرب، لما تكون مسوي الالتمت تبعه يسوي 1000 نسخة عنه، او مو 1000 نسخة قاعدة بقى يعني 6 نسخ 5 نسخ عنه ويختفي هو، هي عشان تهرب. ولما تسوي ديكوي عن حالك كمان عشان تهرب، او اذا كان عم تلعب مع واحد مو سكواد كامل تسويها وهذا الشخص يلحق هذا الديكوي وبعدين تمشي وراه وتذبحه، بس بسكواد ما له هالفائدة الكبيرة، وغير هيك ما له اي فائدة للفريق. فشخصية خرافية لو كان في سولو، بس كسكواد حاليا رهيب لو التقيت مع واحد من الفريق الثاني سويت الديكوي وراح لحقه وذبحته وفنشته وبعدين ترجع لفريقك، او لو السكواد كله هجم عليك تسوي الالتيميت تبعك وتهرب، رهيب بهالاشياء، بس كيعطي ادفانتج للفريق ويخليكم تفوزوا. فللاسف ميراج مو هو الشخصية لهالشيء. بالمرتبة الرابعة عنا شخصية بانجلور. اللي متابعني على تويتر حطيت تويتر من كم يوم تقريبا قلت افضل شخصية باللعبة، بس مع اللعب حاليا نوعا ما غيرت رأيي. بانجلور تعتبر من ارهب الشخصيات، عشان هيك حطيتها من اقوى 4 شخصيات باللعبة. الخصائص تبعها اول شيء الخاصية الصغيرة قنبلة دخان او قنبلتين دخان، وبعدين الخاصية الثانية ان لما تخوك الاعداء فينك تمشي بشكل جدا جدا سريع، والسوبر تبعها ترمي قنبلة بمكان رح تنزل صواريخ على هالمكان وبعد ثواني رح تتفجر. طيب الخاصية البسيطة الدخان راح تفيدك اذا كنت مع فريق وقاعدين تنطخوا من مكان ما تعرفوا من وين، فترمي الدخان عشان شوي شوي تشوفوا من وين قاعدين تنطخوا وتهيلوا تضبطوا اموركم كويس، كويسة لهالشيء. اذا صاحبك ميت تروح ترمي عليه دخان وتعمل ريفايف، جدا خرافية لهالشيء. فقط بالدخان ما إلى اي فائدة غير هيك، ما فينك والله نفس شخصية كوستك انك ترمي دخان على منطقة وتقدر تشوف من وراء الدخان، لو فيها الخاصية موجودة كانت هتكون جدا رهيبة، بس للاسف ما يمديك تشوف من وراء الدخان لا انت ولا فريقك، فالاثر اللي عم بتاثر فيه على الاعداء بالدخان نفسه عم تاثر عليه فيك وعلى الفريق تبعك. طبعا الخاصيه انه لما حد يطخك وتمشي بشكل جدا سريع، هي الخاصيه جدا جدا رهيبه، جدا طلعتني من حشرات صراحه كنت راح اموت فيها. الالتيميت تبعها هو السبب الوحيد انه الشخصيه ما لها موجوده برقم اعلى من هيك. الالتيميت تبعها قنبله ترميها على مكان تنزل صواريخ وتتفجر، صواريخ تاخذ وقت جدا كبير لتتفجر، دائما لما حد من الفريق الثاني يكون عنده بانجلور ويرموا علينا القنبله نقدر نهرب بكل سهوله ونطلع من هالمكان. يعني فينك لو فريق محبس بالمكان تخليهم يطلعوا من هالمكان وتقتلوهم، فيكم تسوي هالشيء، بس غير هيك الالتيميت تبعها جدا جدا سيء. فشخصيه بانجلور رهيبه، الدخان اللي عندها والمشي السريع يعطيك ادفانتج بشكل جدا رهيب، بس الالتيميت تبعها يعتبر سيء وتستاهل تكون بالمرتبه الرابعه. ودخلنا بالتوب 3. بالمرتبة الثالثة عنا شخصية ريث. شخصية ريث بمعظم المقاطع اللي شفتها اللي قاعدين يرتبوا فيها الشخصيات من الأسوأ للأفضل حاطينها بالمرتبة الأولى، بس بالنسبة إلي ما أشوفها كمرتبة أولى بس أشوفها من أقوى 3. شخصية ريث أول شيء خلينا نتكلم عن خاصياتها. أول شيء وأفضل شيء فيها خاصية الاختفاء أو الفويد رانينج، لما حد يطخك أو تبي تهرب من أي شيء قدامك استعمل الفويد رانينج وأهرب بكل بساطة.
وغير هيك الشيء كمان اللي خلاها بهالمرتبة ان لما اعداء يشوفوك وانت ما تدري انهم شايفينك الشخصية راح تتكلم وتنبهك وتعطيك الخيار انك تنبه الفريق انه في اعداء قاعدين يطلعوا عليكم. وفعليا مجرد ما تنبهني بعد ثواني اشوف انه جاي علينا طخطخة. هذا الشيء جدا فادني انا وفريقي بشكل اكثر ما تتصوروا. فالشيء الوحيد اللي ما خلاها بالمرتبة الاولى هي الخاصية تبعها التليبوتر. التليبوتر اوكي رهيب، فينك تستعمله لفلانك على الفريق الثاني، فينك تختفي تروح ورا الفريق الثاني تحط لفريقك تليبوتر ويطلع كلكم وتذبحوهم، فينك لو خويك ميت تروح تحط التليبوتر قدامه يدخل جوا التليبوتر يروح جهة الثانية وتعيشه. جدا جدا مفيد، بس له مشكلة واحدة، ومو مشكلة خلينا نقول مصيبة واحدة، انه العدو فينه يستعمل التليبوتر تبعك. هذا الشيء ما ادري ليش اللعبة عاملينها بهالشكل، المفروض الاعداء ما يقدروا يستعملوا التليبوتر. يا ما كنت في اماكن ابي اهرب فكنت عامل فتحة ورا عشان للاحتياط، فابي اهرب ادخل بالتليبوتر وارجع ورا وبكل بساطة الفريق كله يلحقني ويذبحني، او مثلا اروح احط فتحة التليبوتر لخوي عشان يدخل فيها واعمل له ريفايف ورا وبكل بساطة يلحقنا الفريق الثاني ويذبحنا بالتليبوتر اللي انا سويته. فلو كان التليبوتر فقط الفريق يستعمله كان راح تكون بالمرتبة الاولى بدون اي منازع. فشخصية ريث عنا اياها بالمرتبة الثالثة. بالمرتبة الثانية عنا الضخم جبرالتر. جبرالتر يعتبر من افضل الشخصيات باللعبة. اول شيء سرعة الشخصية نفس سرعة باقي الشخصيات، لا يغركم الانيميشن انه حركة الايد بطيئة، سرعة الشخصيات باللعبة كلها نفس السرعة، فلا احد يجي يكتب انه شخصية بطيئة وسيئة، لا السرعة نفسها انت من عيونك مفكرة انه هو ابطأ من غيره. شخصية جبرالتر اول شيء افضل شيء عنده انه لما ايم بالسلاح بيجي الشيلد قدامه، هذا ادفانتج جدا رهيب. الخاصية الصغيرة تبعه بيحط لكم شيلد بابل، فمن شوي حكينا شخصية بانجلور لما حد يطخكم ترمي دخان عشان الاعداء ما يشوفوكم وتهيلوا، هذا بكل بساطة يحط شيلد خلي الاعداء يطخوا لبكرة عندك شيلد يحميك. وغير هيك الالتيميت تبعه يعتبر اقوى التيميت باللعبة، قنبلة نفس تبع بانجلور كمان ترميها على مكان وصواريخ تنزل على هالمكان سلف تنزل بنفس الثانية تقتل كل موجود جوا هذاك المكان. التيمت جدا جدا رهيب. طيب ليش بالمرتبة الثانية ليش مو بالأولى؟ أنا أشوف إله اثنين أشياء سلبية. أول شيء حجمه ضخم فجدا سهل الأيم عليه. ثاني شيء الشيل تبعه ما يمديك الطخ لا من جوا لبرا ولا من برا لجوا، لا مو من برا لجوا هذا الشيء كويس، بس ما يمديك الطخ من جوا الشيلد لبرا. نفس لعبة اوفر ووتش مثلا الشيلدات اللي فيها لشخصية القرد باوفر ووتش او راينهارد وينستون او راينهارد فينك الطخ من برات، وهذا الشيء جدا رهيب. وكنت مفكر انا الشيلد تبعه نفس الشيء، بس الشيلد تبعه ما يمديك الطخ من جواته لبرا، لو كان هالشيء موجود كان بكل سهولة راح يكون موجود بالمرتبة الاولى. بالمرتبة الأولى عنا شخصية لايف لاين. شخصية لايف لاين لما صاحبك يموت تسوي له ريفايف تحط شيلد قدامه عشان تعمل له ريفايف كل راحتك، فينك تستعمل الهيل بأسرع ب 25%، فينك تعطي هيل للفريق كله، وفيكم كل شوي يجيب لكم كير باكج في أسلحة إكزوتيك وأدرع صفرة وشي جدا رهيب. أظن كفاية ليش السهل المرتبة الأولى. شخصية لايف لاين تعتبر التيم سبورت رقم واحد، اكثر شيء مهمة واكثر شيء مفيدة للفريق. مثل ما قلت لكم لما حدا يموت تحط درع تعمله ريفايف بكل سهولة بنص الفايت، وناس قاعدين يطخوا عليك حط شيلد وسوي ريفايف لصاحبك. غير هيك بنص الفايت فيكم تعبي هيل كل شوي، سواء الشخصية نفسها لما تستعمل هيلينج تستعملها بشكل اسرع، او تحط الالتيميت البسيط لدرون اللي راح تهيل الفريق كله بنفس الوقت وبشكل جدا جدا سريع. والالتيميت كير باكج دائما لما حد من الفريق يموت وتعيشه ارمي له الكير باكج راح ينزل عنده اسلحه قويه وادرع قويه. فاي شخصيه لايف لاين تعتبر جدا خرافيه، سواء تلعب فيها لحالك تهيئ لحالك وترمي كير باكج لحالك كل شوي او مع الفريق. ونصيحه لشخصيه لايف لاين اذا كنت قاعد تلعب مع ناس خلي الناس اللي معاك كل شوي يرموا لك الالتيميت اكسلريتر الشيء اللي يخلي الالتيميت يجيك بسرعه عشان كل شوي يجيب لكم كير باكج. الكير باكج ما هو مزحه ابدا، يعطيك اشياء من جد رهيبه. فاي شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى من هالفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، شاركوا بالجيف اواي واكتبوا لنا بالكومنت ترتيبكم الخاص. وبس كان معكم بالشركيه الشركه كيش كوم دي هات تاني ان شاء الله، مع السلامه.